وهذا سائل يقول: هل يجوز لفئة من الشباب الاجتماع فيما بينهم ويؤمر أحدهم ثم يقوم بقتال الكفار على طريقة حرب العصابات؟ قتال في الإسلام له ضوابط، وليس هو فوضى، وهو من صلاحيات ولاة أمور المسلمين. الجهاد من صلاحيات أمور ولاة أمور المسلمين، هم الذين ينظمون الجهاد ويرتبون الغزو ويأمرون على السرايا وعلى الجيش، هذا من صلاحيات ولاة أمور المسلمين، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.